أهلا بكم في فيديو جديد من مجلة الحياة. الفنان سعيد أبو بكر شيبوب السينما المصرية اتميز بين زملائه بجسمه الضئيل، وعلى الرغم من أنه لم ينل البطولة إلا من خلال فيلم واحد فقط، لكنه قدر أنه يحقق نجاح كبير في السينما المصرية من خلال الشخصيات المتنوعة اللي قدمها، وكان أشهرها شخصية شيبوب أخو عنترة بن شداد. هنستعرض معاكم محطات في حياته الفنية وقصة وفاته الغريبة، تابعونا. اسمه بالكامل سعيد محمود أبو بكر، اتولد في طنطا يوم 20 نوفمبر سنة 1913، حصل على البكالوريا سنة 1933، وأثناء وجوده في المدرسة انضم لفريق التمثيل وكان عضو بارز فيها، وقدم مجموعة مسرحيات على مسرح المدرسة منها مسرحية لويس التاسع. وبعد تخرجه من المدرسة سافر للقاهرة واشتغل في فرقة رمسيس، وكان أجره وقتها الشهري 3 جنيه. وبعد فترة ساب الفنان سعيد الفرقة وسافر للسويس عشان يبحث على فرصة عمل أفضل، فاشتغل في وظيفة أمين مخازن في مصنع تلج لمدة 3 سنوات، وبعدها رجع مرة تانية للقاهرة وانضم لمجموعة فرق منها فرقة أنصار التمثيل والسينما وفرقة فاطمة رشدي وفرقة فؤاد الجزائرلي. وبمجرد ما افتتح زكي طليمات معهد المسرح سنة 1945، كان الفنان سعيد من أوائل الملتحقين بالمعهد، وأثناء تقديمه لدخول المعهد حاز على إعجاب زكي طليمات بعد ما قدم جزء من مسرحية البخيل. اتخرج من المعهد العالي للتمثيل واشتغل مفتش في المسرح المدرسي، ده بجانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث. وفي بداية الخمسينيات أخرج مجموعة من المسرحيات، ولما بدأت فرق التلفزيون اترشح ليكون مدير لفرقة المسرح الكوميدي سنة 1963، وبعدها مدير للفرقة الاستعراضية الغنائية، وقدم مجموعة مسرحيات منها بنت بحري وحمدان وبهانة والقاهرة في 1000 عام. وكان المخرج محمد كريم هو بوابة دخوله للسينما، فقدم أول دور ليه على شاشة السينما من خلال فيلم يوم سعيد، وكان معظم أدواره في السينما دور تاني وقصيرة، والفيلم الوحيد اللي شارك في بطولته كان فيلم السبعة فندي. وعلى الرغم من أن أبو بكر ما كانش وسيم ولا طلته بتمتاز بالوجاهة، إلا أنه أقدم على خطوة جريئة وتقدم للزواج من الفنانة جميلة الجميلات ماجدة الصباحي، ووافقت على الزواج منه وسط دهشة كبيرة من الوسط الفني كله، وأقاموا حفلة الخطوبة بشكل متواضع جدا وحضرها أهل ومجموعة بسيطة من أصدقائهم. لكن بعد فترة قصيرة وبدون إبداء أي أسباب تم فسخ الخطبة، وقرر الفنان سعيد التفرغ لأعماله الفنية وعدم الزواج حتى وفاته. وفي أواخر أيامه عانى الفنان الكوميدي سعيد أبو بكر من مرض في قلبه، وانقطع الأمل في شفائه في مصر، فقررت الدولة إرساله للندن لإجراء عملية جراحية سريعة في قلبه على نفقة الدولة. وأثناء نقله بالطيارة من القاهرة لندن ما قدرتش الطيارة تهبط في لندن بسبب تكاثف الضباب، فأكمل سيرها وهبطت في مطار اسكتلندا، وبعدها رجعت مرة تانية لمطار لندن بعد انقطاع الضباب. لكن وقتها تعرض الفنان سعيد لنوبة قلبية صعبة وفارق الحياة في الطائرة بعد رحلة عذاب طويلة استغرقت حوالي 17 ساعة في الجو، فتوفى يوم 16 أكتوبر سنة 1971. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا إيه أكتر عمل بتحبوه للفنان سعيد أبو بكر، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.